Today our lesson, we are going to complete unit 1, continue in unit 1, 2 is better than 1. Part 3, grammar. Today we have in our grammar the words other, others, and another. These three words are confusing in English. بعض الكلمات القريبة من بعض في المعنى شوية ممكن تلخبطك. نشوف أول كلمتين other و others. بص الفرق ما بينهم. بيقول لك other can be used as an adjective before a plural noun or to mean additional or further. يعني الكلام ده يعني بنستخدم كلمة other اللي هي بدون اس كصفة قبل الاسم الجمع، يعني لازم أن يجي بعديها اسم جمع، يبقى الشرط إن هي تيجي قبل الاسم والاسم يكون إيه؟ جمع بمعنى آخر أو أخرى. نشوف كده مثال بيقول لي many scientists feel that global warming can be reversed. Many scientists again feel that global warming can be reversed. Other scientists disagree. وبعض العلماء الآخرين other scientists disagree. بعض العلماء الآخرين disagree يعني غير موافقين. يبقى other بمعنى آخرين أو الآخر وبيجي بعدها دايما اسم جمع. تمام؟ طيب نشوف others اللي فيها اس. others اللي فيها اس بيقول لي can be used as a pronoun. هنا بنستخدمها كضمير بقى. ضمير يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يجي بعديها اس. To mean additional or other persons or things. بنستخدمها برضو لإضافة معنى يعني أخرى أو آخرين، ولكن ما بيجيش بعديها اسم وبتيجي كضمير. مثال لما نقول لك many scientists feel that global warming can be reversed. Others والآخرين أو والآخرون disagree. تمام؟ يبقى ما جاش بعديها الاسم ولكن جه بعديها الفعل على طول واعتبرناها هي pronoun. pronoun يعني ضمير. والآخرون لا يوافقون أو غير موافقين يعني. يبقى other هنا جه بعدها other scientists. أنا بنتكلم على scientists يبقى other scientists. هنا قلنا other يجي بعدها noun اسم، أما others بتيجي كضمير. طيب another بقى قال لك another can be used as an adjective or pronoun. يعني بنستخدمها كصفة واسم الاثنين. مثال لما نقول لك as an adjective الأول بتيجي كصفة it means an alternative to something previously considered. يعني بنحطها كبديل عن شيء تم ذكره سلفا. مثال لما نقول لك I know you want to go to Mexico on vacation. أنا عارف إن أنت عايز تروح المكسيكو المكسيك في الأجازة. يبقى هنا ذكر كلمة المكسيك ولكن جه بعد كده في الجملة التانية بيقول لك but I have another idea. يبقى هنا صفة هو another idea فكرة أخرى. يبقى فكرة أخرى عن الإيه؟ عن الذهاب أو بدل من الذهاب للا المكسيك. يبقى بتيجي كبديل لشيء تم ذكره في الجملة الأولى وبتيجي بمعنى أخرى وبيجي بعديها اسم زي ما انت شايف كده another idea. طيب بتيجي ازاي كبروناون كضمير؟ بيقول لك as a pronoun بنستخدمها كضمير اللي هي another it means an additional one of the same kind. بنضيف بيها معنى لنفس النوع اللي انا بتكلم عنه. مثال عشان نوضح بيقول لي that was a good cup of coffee. ده كان فنجان قهوة جميل جدا. I think I'll have another. أعتقد إن أنا عايز كمان واحد. I'll have another. another إيه؟ another cup. يبقى another هنا عايدة على ال cup of coffee. ماشي يا إخوانا؟ يبقى معناها آخر وهنا معناها أخرى، فكرة أخرى، وهنا another يعني عايز فنجان كمان من القهوة. Whether used as an adjective or a pronoun, another is only used with singular nouns. ولكن الفرق بينها بقى هي بتستخدم قلنا كنون وبتستخدم كadjective. طب ايه الفرق بينها وبين other؟ other قلنا بتستخدم كadjective برضه
ولكن اذر هنا جه بعدها ساينتستس جم اذر ساينتستس علماء اخرين او اخرون. اما هنا قلت فنجان اخر او فكرة اخرى، فكرة واحدة، يبقى another idea. هنا ينفع نقول another scientist؟ لا، دايما اللي معاه another a افتكر الا ديت بتيجي مع المفرد فقط. يعني هنا غلط، incorrect. من الخطأ ان انا اقول I think I'll have another beef burgers، يعني ما ينفعش نقول انا عايز burgers جمع هنا فيها اس، burgers ما ينفعش يجي معاها another. ممكن نقول I think I'll have other burgers. اوكي، هنا ملحوظة بيقول لك don't confuse other others and another with the pronoun each other and one another. يعني ما تلخبطش ما بين each other one another، لان ديت مع بعض دايما الكلمتين دول متلازمين مع بعض وبيدوا نفس المعنى، ما تلخبطهمش مع other و others. طب دول بنستخدمهم امتى؟ قال لك note that each other and one another which are inseparable، يعني لا يمكن فصلهم عن بعض، which are inseparable phrases، يعني جمل ما ينفعش نفصلها، are used to express a mutual relationship، يعني دايما بيجوا مع بعض كجملتين بيدوا معنى انهم الاثنين مرتبطين ببعض او متعاونين مع بعض. مثال لما نقول لك my friend have deep trust in each other، يعني الاثنين عندهم ثقة ببعض جدا، يبقى هنا شعور متبادل ما بين الاثنين. each other يعني كلاهما او بعضهما البعض، تمام. يعني لما نقول لك we help each other، احنا بنساعد بعض، يبقى هنا الاثنين متلازمين، each other او one another الاثنين بيجوا مع بعض ده. طيب اعطيلي هنا exercise، exercise A بيقول لي complete each sentence with other others or another. عطيلي التلاتة اهوت وبيقول لي اختار منهم اللي يكمل الجملة. نشوف number one I'll you can raise your hand، تقدر ترفع يدك، واللي هيرفع يده ان شاء الله هنفتح له المايك للإجابة. نشوف كده number one. اوكي خالد بخاري you can speak now. اوكي خالد نمبر 1 he says he is so full of beef burgers yes he says he couldn't eat another 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 or others another another let's see another check very good خالد thank you number 2 Raise your hand, please. Yes, Saud. Saud Ibrahim, yes, you can answer now. Hello, Sam. You can use that topic for your paper. I have a few other in mind for my paper. I have a few. Others. Others. اس لان هنا تعتبر pronoun right very good Saud thank you next one number 3 ها فيصل خالد اوكي okay, فيصل you can speak now فيصل they like their cast so much that they are thinking about getting a kitten yes other others another 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 kitten yes لأن kitten هنا مفرد يبقى another kitten very good Faisal thank you and number four number four ركان أبو مالح okay ركان you can speak now أربع صحصات yes you can keep that pen I have to order other pens is me back. Yeah. Other stuff. Other only? Yes. Other pens, yes.
هنا بنس جم اللي بيجي مع الجمع دايما بيبقى other. let's see very good Rakan thank you okay number five okay who can answer number five I want another one okay Safi Safi you can speak now Safi صافي okay open your mic and speak now صافي you can there are six space people in line I had of us yeah. others yourself there are six other people or others Others, sister. ينفع others؟ قلنا others ما بيجيش بعدها noun. مين اللي بيجي بعدها noun؟ plural جمع. Other only. Okay. Other. Let's see. Other. Very good, Safi. Thank you. Number six. Who can answer number six? Okay, Khaled. Khaled. Okay. Cover your mouth when you cough so that others excellent Khaled thank you and number seven last one Faisal Khaled كي فيصل ويت فيصل خلينا نشوف علي كي علي how are you علي I'm fine okay علي I share your answer please reward from a cloud a call and already already I'm getting one this one another one ليه another يا علي لأن بعدها one لأن بعدها singular noun اسمه ايه اسم مفرد يبقى فعلا another very good علي thank you guys okay let's turn to next one read each sentence then use your own ideas to write a second sentence using others or another خلينا نشوف هنا بيقول لي some people are happy about the new shopping mall هنا عايز يستخدم جملة تانية فيها other others or another جملة تانية بندي فيها your own ideas تمام استخدم فكرتي في الإجابة عن السؤال مثال لما نقول لك others are upset about it يعني بعض الناس بتكون سعيدة about new shopping mall في المولات اللي فاتحة جديد ولكن الآخرين أو الآخرون هنا فيها اس ضمير Others are upset about it. بيكونوا متضايقين من الموضوع ده. طيب نشوف يا اخوانا الـ number one. Many young people like to socialize on the internet. عايز نستخدم others or another. هنقول ايه في الجملة التانية؟ مين يقدر يجاوبها؟ عبد الله المباريك. Okay, can you? You can speak now, Abdullah. Yes. Okay, Abdullah, go on. قول جواب. Yes. Others do not. Excellent, Abdullah. Thank you. Others do not. يعني والآخرين لا يحبون. Do not what? Abdullah, do not what? Who can tell me? Others do not. طب لو عايز نكمل هنقول don't ايه؟ Yes علي؟ علي ناصر؟ لو كملت الجملة هنقول others do not or don't. Don't ايه؟ Don't like. Excellent. Don't like to socialize on the internet. يعني والآخرين لا يحبون الايه؟ Socialize on the internet.
الاجتماعات العائليه او المقابلات عن طريق الانترنت. طيب نشوف نمبر 2 يا شباب. هو كان انسر نمبر 2؟ هو كان انسر نمبر 2؟ اوكي خالد، خالد الدوسري كان يو انسر نمبر 2؟ نمبر 2 يس ريد نمبر 2. مو واضح هسه عندي وش مشوش. اوكي ثانك يو. انذر 1 سعود، سعود ابراهيم كان يو سعود؟ اقرا السؤال يا استاذ ولا ما يحتاج؟ اوكي اوكي read the question. One thing you can do to help the environment environment يا اخوانا اللي هي البيئة is recycle. بيقول لي احد الاشياء اللي ممكن او تستطيع ان انت تساعد البيئة فيها is recycle، هو الريسايكل اعادة التدوير. طب عايز نقول رأي تاني، ها يبقى هنقول ايه؟ another thing another thing yes you can do can conserve water. تمام another thing you can do is okay another thing you can do is conserve water، ان انت ممكن تحافظ على ليه المية. يعني دي حاجات تانية تقدر من خلالها ان انت تساعد البيئة. طب في ايه كمان ممكن نجاوب بجملة تانية غير ديت؟ حد يقدر يقول لنا اجابة تانية يا شباب غير ديت؟ مين يقدر؟ خالد، خالد الدوسري can you give me another answer to this؟ مش لازم conserve water، ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول another thing you can do is to is use public transport، استخدام المواصلات العامة. تمام كده right or not؟ طيب نشوف نمبر 3 يا اخوان. نمبر 3 who can answer number 3؟ انا يا استاذ. اوكي خالد تفضل يا خالد. بس ان موبايل عندي two of my three sisters have brown hair hair. The other has blonde hair. Excellent. The others، انت هتقول the others ولا ولا the other؟ The other. The other yes has blonde yes. hair. Okay. The other. بس هنا استخدمت the other. طب ممكن نستبدلها بايه؟ ممكن نقول ايه؟ another sister، ممكن نقول another sister، نحط sister بدون الاس. another one. تمام او another one has blonde one. hair. okay very good. طيب last one number 4 number 4 يا حبايب. Who can answer number 4؟ Okay زياد، can you زياد؟ زياد you can speak now. زياد راشد. اوكي عبد الله المبيريك يو كان انسر ناو. عبد الله انجلش، انجلش isn't the only class I have on Monday. يا بهنقول ايه؟ my other class is ممكن نخليها
اوكي عبد الله يو كان. My other class is blue day. My other class is blue day. Biology? Yes. Yes. My other class is biology. Okay. Thank you. And let's see next one. Number five. Attractive is one synonyms for pretty. Attractive synonyms يعني مرادف كلمة ديت مرادفة كلمة pretty اللي هي جميل أو رائع. طب عايز نستخدم other others or another. ممكن نقول another synonym ومرادف آخر is good looking. كلمة good looking بتساوي pretty. ماشي حبايب. طيب number 6 بيقول لي my backpack is ripping. عايز نحولها هنقول هنقول I need another one. Number 7 مش الوقت بس نقول we were not the first people in line. We're not the first people يعني احنا مش احنا فقط اللي موجودين في الصف. عايز نقول نستخدم other او another يبقى هنقول ممكن نقول there are two or three others in front of us. There are two or three okay others in front of us. And the last one only one thing you should do for your health is exercise. One thing ممكن نقول another thing بدل في one thing نحولها إلى another thing you should do is eat healthy ونحط أي شيء تاني غير التمارين. طيب نشوف الاكسرسايز اللي بعده يا اخوانا. بيقول لي write each sentence adding do does or did for emphasize. emphasize اللي هو التأكيد وبنستخدم emphasize الدو ديت قبل الفعل لتأكيد الفعل. ازاي؟ لما نقول لك I feel tired عايز نستخدم الemphasize هنا التأكيد فنحط do قبلها I do feel tired. طب لو كانت الجملة ماضي يبقى نحط ديد قبلي يبقى نخلي دو ديت دي. لو الفعل فيه اس يبقى نستخدم I does او sorry he does. يبقى بنشوف الفعل لو كان مفرد نحط له اس لو كان ماضي نحط له ديد لو كان فعل في المصدر زي الجملة الاولانية فيه نحط لها دو. نحل معاك اول واحدة يقول لي I hope you get better quickly. هنا hope فعل في المصدر يبقى نجيب له دو ولا does ولا ديد. طبعا زي ما حضراتكم اكيد بتقولوا تبقى do يبقى هنقول I do hope you get better quickly. طب التانية that child plays quietly عايز نستخدم هنا do does or did for emphasize. مين يجاوب يا اخوانا؟ نشوف خالد. اتفضل يا خالد. نمبر 2 عايز نأكد على الجملة هنا نستخدم حاجة من دول يا do يا does يا did. هنقول يا خالد that child plays quickly quietly. ها that child plays هنحط plays. قلنا الاول does. هنستخدم يا دو يا داز يا ديد قبل الفعل يبقى does that child does play play. very good does play وهنشيل he does enjoy. جاب enjoy دي منين؟ ده دي غلطه معلش. he does enjoy playing on his own. هنقول he does و play شيل الاس ديت خلاص مش لازم تحط انجوي. طيب الثالثه يا شباب he needs to find a job soon. مين يحلها يا اخوانا؟ المبايريك عبد الله. اوكي يا عبد الله. He does need to find a job soon. تمام اكسلنت ثانك يو عبد الله. he does need to find a job soon. Number 4 سعود يلا سعود. Number 4 I asked my friend to join us. هنا asked in the past في الماضي بنختار يا سعود في الماضي do does or did does
did. يبقى هنقول I. I did ask my friend yeah. to join us. I did ask my friend to join us. Very good. Thank you. Now 5 and 6 you can do it yourself. Okay. Exercise دي يا شباب. Here exercise D. You will match the sentence beginnings and endings. Rewrite the sentence adding do, does or did for emphasize. نشوف كده للتوضيح. أول جملة بيقول we don't usually watch TV. خد معاها C. But we watch that. But we watch that program. طيب we don't usually watch TV but we do. هنا للتأكيد استخدم do. يبقى بعد ما وصلها حط في الجملة الثانية الامفاسايز التأكيد اللي هو do و does و دي. طيب هنحل معاكم رقم 2 ونسيب لكم الباقي homework. بيقول لي I am afraid of heights. I am afraid of heights. نوصلها بإيه يا شباب؟ Who can answer number 2؟ Okay, you can. مبارك. Another one. Sorry, علي. Okay, علي. علي, you can speak now. I am afraid of heights. توصلها بإيه؟ Try to read them quickly. FC. I'm afraid of. Thought I fly. Fly. Occasionally. Yes. So, though, sorry, though I fly. يبقى هنقول though I fly هنا عايز نعمل لها emphasize. يبقى نجيب لها do, does or did. Fly. نجيب لها do or does or did علي. Fly did. Fly in present, not past. Do or does. Do. Yes. يبقى هنقول ايه بقى الجملة I am afraid of heights though I do fly. Okay. Don't forget do. I am afraid of heights though I do fly occasionally. You can complete from 3 to 6 homework يا شباب. هتكمل بنفس الطريقة. Your homework الواجب الثاني. Your workbook. Okay. You can open your workbook. Page 2. Exercise C يا اخوانا هنا هتعمل علامة صح. تشوف الجملة وتشوف الكلمة اللي تحتها خط. Another, other or others. هتعلم يا اما adjective يا صفة يا pronoun. Okay. Exercise D. Choose. هتختار تعمل دايرة على الكلمة الصحيحة. و page 3. Exercise E and exercise F. Okay. يبقى عندك الهوم ورك بيج 2 اند بيج 3 هوم ورك ان شاء الله.